أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى باب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا وكذلك أنزلنا آيات بينات وأن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين
Ah!
الذين كفروا كفرا لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منا من مر أعيدوا فيها وذوقوا عذاب أليق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وأما كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة أنعام تكل منها وأطعم البائس ذلك ومن يعلم
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها صدق الله.